بسم الله الرحمن الرحيم. نجلس جلسة مريحة، يفضل استقامة العمود الفقري، غمض العيون، الكفين مرتاحين بالوضعية اللي نرتقيها عادة على الفقرين للأعلى. ممكن ترتاح بتشابك الكفين، تشابك الأصابع مع تلامس الإبهامين. إذا جلسين على الكرسي يفضل عدم تصالب القدمين، يكونوا قدر الإمكان متوازيين ثابتين على الأرض. اللي جالس على الأرض يفضل يسادي تحت الحوض بحيث يصير في راحة أكثر في استقامة العمود الفقري وتحرر للرجلين من الضغط لاستمرار عملية الجلوس براحة أكثر. مرقي الجسم، قدمين، رخ الساقين، ركبتين، فخذين، منطقة الحوض، بطن، ظهر، صدر. ناخذ شهيق، زفير، رخي الكتفين، ذراعين، الكفين، أصابع الكفين، رؤوس أصابع الكفين. كمان شهيق، زفير، رخي الرقبة، الفك السفلي، عضلات الوجه، عضلات العيون، قفا الرأس، نتصور كيف نحن كائنات روحية بوعي واحد، بوعي الأحدي، كائنات سماوية أي عاقلة تعقل كل الوجود التالي. الآن نعيش برباط جسدي، نتفكر هذا الجسد بعناصره الطبيعية الخمسة. جسد مادي مكون من خمسة حدود، كمثالات مسقطة عن عالم لطيف، عالم معلوماتي على شكل ذبذبات تنتقل لتجسد هذا الكائن اللي هو الجسد. نتفكر كيف بوجود ربط بين الذبذبة والصورة المادية، مثل بالضبط شاشة الموبايل تظهر صورة، عم تظهر صورة إما على الشاشة أو على أي مكان. هذه الصورة أساسها موج، تتكلم أيضا أساسها موج. نفس الشيء نحن تماما الآن، جسمنا المادي المكون من خمس موجات لطيفة، من خمسة حدود علوية تتجسد بخمسة عناصر طبيعية مثل ومثالات.
تتجسد الحدود الخمسة بطاقات أو مراكز طاقية حول العمود الفقري. أساس وجودنا المادي خمس طاقات: طاقة المادية موجي بطول اللون الأحمر تتجسد بمركز القاعدة في نهاية العمود الفقري وتعطي الوجود الترابي، الوجود المادي. هذا الوجود المادي لكونه هو المسقط الأخير سيتم إسقاطات الطاقات الأعلى منه عليه أيضا. سنجد الماء، الماء بالأصل موجي من شعاع يتجسد بمنطقة السرة تحت السرة بحدود الأربع أصابع ليصبح بمثابة القوة الأثيرية التي تحافظ على الوجود المادي متماسك. عندما يخرج الجسد الإنساني إلى هذا الوجود من الحد التالي أو الخامس أو من العنصر الخامس أي الكثيف، فإن العنصر الذي فوقه يصبح سماء له فيسبقه للعلوم الروحانية ويسبقه بالروحيات لأنه ألطف منه. فنحن عندما نكون بوعي المادة الكثيفة بأول درجة ترقي سنتيمم بالماء بعد أن كان التيمم بالتراب. تيممنا بالماء هو عبارة عن ترقي لدرجة وعي في عنصر الأثير الذي يمثل الماء هنا. الأثير هنا سيكون بمثابة معلومات للمقام المادي، طاقة تدعم المقام المادي. من هنا وفي هذا المقام بالذات ولكونه أكثر انسيابية من عنصر التراب فهو الماء، ومن الماء كل شيء ينبض بالحياة، أصبح أثير التراب هو الماء، فتكثر السياحات الأثيرية هنا. لأنه السابق الملاصق للحد التالي، متناسين أنه ظل لسابق ألطف منه في سماوات العقل. ننتقل لعنصر ألطف من عنصر الماء موجود بشكل مركز طاقي بمنطقة الضفيرة الشمسية، منطقة المعدة فوق السرة بواحد لاثنين سنتيمتر. هذا المركز الكبير الذي يمثل الشمس، يمثل نار الهضم، يمثل نار الوجود، هو بمثابة قوة الحد الثالث. من هنا يبدأ الوجود المادي.
بهذا المقام لأنه ممثول لعنصر الشمس، سيصبح هناك مكونات ومبدعات ومخلوقات تحت دائرة الشمس. فبالبدء كانت الكلمة كعنصر تكويني، كتكوين للعلاقات ووجودنا كمخلوقات وظهورنا من الطاقات الأعلى هنا بالذات، البدء الخارجي، بدء الوجود الخارجي. وهذه الطاقة الصفراء هنا بالذات هي رمز للعنصر الأوسط بالحدود الخمسة، فالثالث له أهمية كبيرة، عبره سيتشكل ثلاثيات الوجود. بعد أن كان الوجود معلومة واحدة بسماء العقل تثنت في مستوى النفس، ستصبح ثلاثيات الوجود هنا بالذات، فيتشكل مثلث الوجود. والمثلثات كثيرة وعديدة، وإسقاطاتها تكون في كل مقام. فمثلا الماضي والحاضر والمستقبل كأبعاد زمانية، وفي المكان الطول والعرض والارتفاع كأبعاد مكانية. هذه الثلاثيات تتشكل من حدود الكلمة التي تنطق عبر مقام الشمس بكن فيكون أو بأوم التكوين. ولكن لم تنطق ولن تنطق الكلمة أو هذه المقامات الواسعة عن هوى، فهي مربوطة بطاقة أعلى منها في مستوى الصدر، حيث القلب والهواء بالرئتين. فبعد عنصر النار للأعلى أصبح هناك تجسيد مادي بنا، ألا وهو عنصر الهواء. بناخذ شهيق زفير، نتصور بحيز فراغي على بعد نص متر منا، عم ناخذ شهيق منه، وزفير كنا بوجود مادي، أصبحنا الآن بوجود هوائي. الهواء داخل فينا بوضوح وخارج عنا بوضوح. الهواء هو موجة تتجسد بما نرى. للهواء موجة، والموجة لها بطين علوي وسفلي. هنا ثنائيات الوجود، هنا مقام النفس، حيث النفس
هنا يصبح الحد الرابع أو المقام الرابع اعتبارا من نظرة حسية أو مادية فتصبح طبقة المعتقدات بالنفس بين طباع الضد وطباع العقل بين اليمين واليسار بين الخصال الحميدة والخصال غير الحميدة من هنا سيأخذ المكون الإنساني وجودا ظاهري عبر شاكرة الضفيرة الشمسية وما يليها تناسب المعتقدات أو زاوية الرؤية أو مقدار طبائع الضد أو العقل مقدار الصفات السلبية بالنفس أو الإيجابية مقدار ما يتجسد بها من قوى بأعلى منها هذه القوى تتمثل بمقام يعتبر هو الخامس بشاكرات الإنسان ومقامه في الحلق أو أسفل الحلق بالحنجرة بالذات اسمه شاكرا الحلق أو الحنجرة وتكمن الخصوصية بهذا المقام أنه مربوط بالفضاء كما كانت شاكرا القلب مربوطة بالهواء أصبحت شاكرا الحنجرة أو الحلق مربوطة بعنصر الأثير الفضاء فهذا الأثير له ارتباط وثيق بعنصر الماء في شاكرا السرة فإن لم يكن الإنسان بتكامل وتوازن الحدود الخمسة حد فوق حد وعنصر بالميزان سيكون لديه أمراض جسدية معينة أو نفسية أو روحية فإذا غاب العقل أي مقام الفضاء أو الأثير بمنطقة الرقبة حيث الصلة مع سماوات الوعي ومن هنا انفكاك عبودية الإنسان من مقامات الدنيا أي الدون الأدنى ليصبح متحررا هنا بالذات الانفكاك ليصبح بحرية البصيرة الروحية وشاكرا التاج هنا بالذات نستطيع جمع ثلاث مقامات الحنجرة والعين الروحية وشاكرا التاج من هنا الانفكاك والحرية فإذا أردنا التحرر علينا التركيز على دوزنة الحدود الخمسة بنا دون النظر لما هو أسمى من ذلك بعناصر الوجود لأن عين البصيرة وعين العقل بشاكرا التاج لا يمكن أن نعبر إليهما إلا إذا كنا قد انفككنا من ربقة الجهل جهل المعتقدات أو التطرف بها وجهل التطرف بأي مقام من مقاماتنا الدنيا أكانت عبر مقام العلاقات بالعواطف نار العواطف
أو مقام الأثير السفلي الذي هو السابق من جهة التالي أو المقام المادي. نأخذ شهيق في منطقة الحنجرة بشكل صوت بحرف الحاء شبيه بفحيح الأفعى، شهيق من الحنجرة والزفير من منطقة الحنجرة. الآن نتصور كيف أن هذه المقامات أو السفارات للعوالم العليا أو للحدود العليا تظهر بصورتنا المادية. فنرى بالعيون الحسية التراب والماء والنار والهواء والأثير أو تأثيرات العناصر. نأخذ شهيق على نية دوزنة الحدود الخمسة بنا. زفير عم نطرد المرض وقلة التوازن. قلة التوازن بأي مقام أو طاقة فوق طاقة بضعف أو زيادة سيؤدي لخلل أو مرض معين بنا. الآن نحن نعي هذه الحدود بواسطة الفكر. الفكر الآن موجود بشكل الأثير بعنصر الفضاء بمنطقة الحنجرة. فكرنا الآن بمنطقة الحنجرة. منركز على نقطة مضيئة جدا جدا ساطعة بعمق الحنجرة، نقطة صغيرة كثير. هي أصغر من أصغر شيء، أكبر من أكبر شيء، هي أثير الوجود والتي تعطي الحياة لباقي الحدود أو العناصر أو الطاقات. من هنا يبدأ الخلق، الروح بكن فيكون بداخلنا. كان الأوم بداخلنا بالكن ليتجسد على صفحة النفس ثم ينتقل للضفيرة الشمسية ليخرج للوجود بالحد الكلمة يصبح له وجود. قبل أن كان كامنا يصبح الآن بوجود. نأخذ شهيق، نتصور كيف نور من الطاقة الأولى بشاكرا القاعدي أسفل العمود الفقري عم يصعد حول العمود الفقري للأعلى لمنطقة الحنجرة لهي الطاقة، والزفير عم ينزل للأسفل. والفكر واسع ومراقب وفيه وعي. الآن الاتساع والمراقبة وهذا الوعي يأتي لصفحة الفكر أو الأثير الفكري أو الفضاء من مقامات عليا هي المقامات الروحية بنا.
بهدوء رح ناخذ شهيق وننسحب من هذا المقام الداخلي لكي نفتح العيون بعد دقيقة أو دقيقتين لمن يحب أو يرغب، واللي بيحب يتابع مع دوزنة الحدود به أو دوزنة العناصر الطبيعية أو شاكرات الطاقة بهذا الوعي يستطيع ناخذ شهيق زفير، نحس بالكفين، حرك قليلا أصابع الكفين، صرنا نحس بعنصر التراب كعنصر كثيف. شهيق، نفتح العيون شي بسيط وعم نشوف كيف الطاقات اللي بداخلنا هي مجسدة أيضا بواقعنا. العناصر الطبيعية الخمسة الموجودة بداخلنا أيضا موجودة بواقع الحال. بهذا الوعي الكوني المترابط نعقد العزم على أن نطيع القوانين الطبيعية التي تمثل إرادة الله على الأرض، فنحافظ على البيئة والماء والهواء والتراب والنار والأثير، المكونات الأساسية لعنصر البيئة. بمجرد المحافظة على هذه العناصر الطبيعية الخمسة ومراعاتها بالآخرين، مع مراعاة أفكارنا، عدم توجيه السلبية للآخرين، كلماتنا، مشاعرنا، أعمالنا للآخرين، كانت أشياء أم مخلوقات أم كائنات إنسانية، بالشعور أو الفكر، بالقول أو العمل، إن حافظنا على هذه المراقبة فنحن بالجهاد الأكبر، ونحن من العباد الصالحين الفائزين في الدارين. هذا هو معنى التعبد، وهذه هي غاية الروحانية، وهذا هو الفرق بين الروحانيات الأثير في المقام السابق من جهة التالي، والأثير في مقام السابق من جهة العقل في شاكرا الحنجرة.